بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله في محاضرة النهاردة عن الميثود او الاستراتيجيز اللي انا ممكن استخدمها علشان اعمل adequate oxygenation and adequate ventilation، او ان انا اقدر احسن بيها الاكسجينيشن والفنتيليشن للمريض. هنتكلم عن how to improve oxygenation، ايه الكوزس اللي ممكن تكون عاملة لي هايبوكسيميا، وازاي اصلح الاكسجينيشن، و how to improve the ventilation strategies to improve ventilation. وفي السيشن العملي بإذن الله هناخد different cases how to adjust the ventilator setting in cases of respiratory acidosis or respiratory alkalosis or mixed disorder. الجول of mechanical ventilation ان انت تحسن القرار اللي بيخليك تدي قرار انك هتانتيوبيت المريض، ان المريض ده عنده refractory hypoxemia او عنده increased work of breathing او عنده apnea، او المريض ده عنده inability to protect the airway. يبقى التارجت في الاخر ان انت عايز تحقق adequate oxygenation وفي نفس الوقت تحافظ على adequate ventilation. يبقى محتاج ان الساتوريشن والبي او 2 بتاعك يكون within normal range، والفنتيليشن برضو البي اس او 2 بتاعك within normal range، وبالتالي البي اتش تكون within normal range. How to improve الاكسجينيشن والفنتيليشن. هنبدا الاول بالاكسجينيشن. يبقى انت اكيد عايز تعتمد على زرار الاف اي 2 الموجود عندك في السيتنج. انت كل ما تزود الاف اي 2 بتزود السبلمنتيشن بتاعه الاكسجين، بس هل دي الميثود الوحيده اللي انا احسن بيها الاكسجينيشن؟ قبل ما استخدم الاف اي 2 لتحسين الاكسجينيشن لازم اكون مزوده المين اير واي بريشر، والمين اير واي بريشر هو الاريا اندر ذا كيرف. يعني احنا عندنا البريشر كيرف، سواء البريشر في البريشر كنترول او سواء في الفوليوم كنترول، عندي الاريا اندر ذا بريشر تايم كيرف از كولد ذا مين اير واي بريشر. اف اي انكريز ذا مين اير واي بريشر اي ويل انكريز ذا تايم فور اكسشينج بتوين ذا ان ذا لونج، وبالتالي بحسن الاكسجينيشن. طيب في الفنتيليشن احنا عارفين ان الفنتيليشن عشان احافظ على سي او 2 ليفل كويس يبقى انا محتاجه احسن المينيت فنتيليشن، والمينيت فنتيليشن ما هو الا عباره عن التايدال فوليوم مالتبلايد باي ريسبيراتوري. يبقى الاكسجينيشن بتعتمد مني علشان اقدر احسن الاكسجينيشن ان انا احسن السبلمنتيشن بتاع الاكسجين الاف اي 2، واحسن واقل ويكون الفنتيليشن بتاعي كويس اعتمادا على الالفيولر جاز ايكويشن. الالفيولر جاز ايكويشن اللي بتقول لك ان الالفيولر اوكسجين عباره عن الاف اي 2 مالتبلايد باي اتموسفيريك بريشر ماينس البريشر بتاع الويتر فيبر ماينس البي سي او 2 على كونستانت، وبالتالي البي اس سي او 2 بتاعي لو زاد معايا هيخلي الاكسجينيشن بتاعي تكون اقل، او تخلي الاكسجين سبلاي بتاعي يكون اقل، لان دي قيمه مطروحه من المعادله. والاف اي 2 بتاعي لو انا زودته يبقى انا بحسن الالفيولر اوكسجينيشن، لو انا قللته يبقى انا بقلل الاكسجين الفيولر. كمان الاتموسفيريك بريشر، لو انا عندي اي ابنورماليتيز في البريشر سواء كان المريض ده اباف سي ليفل يبقى معنى كده ان هذا المريض برده ممكن يكون هايبوكسيك نتيجه لان البريشر هنا ما بقاش اتموسفيريك. تمام، فدي الفاكتورز من الالفيولر جاز ايكويشن اللي ممكن تافكت الاكسجينيشن عندي. باخد منها من الحاجات الكلينيكال ابلايد معايا في الفنتليتور ان انا ادي سبلمنتيشن اديكويت من الاف اي 2، وان السي او 2 ليفل يكون ويزن اكسبتد رينج. تاني فاكتور بيأثر معايا في الاكسجينيشن وهي ان الاكسجين اصلا عشان يحصل له ديفيوجن بيعتمد على الديفيوجن كاباسيتي بتاع الديفيوجن ممبرين. فكل ما المريض يكون عنده سكند ميمبرين اللي بيشارك في الديفيوجن زي مثلا بالمونري فايبروزس او كده هيكون عندي مشكله في الديفيوجن كاباسيتي. كمان في البلاد سبلاي، كل ما يكون البلاد سبلاي كويس لللنج معنى كده ان انا بسمح ان يبقى في اريا كويسه من الديفيوجن، كل ما يكون البلاد سبلاي قليل ده معناته ان المريض ده مش هيبقى فيه قدره كويسه على نقل الاكسجين. كمان الفيكيو مس ماتش، كل ما يزيد معايا برضو الفنتيليشن بالفيوجن مس ماتش ده بيأثر معايا على الاكسجينيشن، واهم حاجه طبعا الالفيولار بريشر او المين اير واي بريشر، ودي الفاكتورز اللي بتأثر معايا على الاكسجين ديفيوجن. طيب يبقى اذا عشان احسن الاكسجينيشن انا محتاجه ان انا امنتين الاف اي 2 بتاعي عند الليفل اعلى بحيث ان هو يحسن لي الاكسجين. بس قبل كده لازم اكون فاهم انا عايز اوصل البي او 2 بتاعي لتارجت يكون اكتر من 60 مللي ميركوري، والساتوريشن بتاعي يكون اكتر من 90%. دي النسبه اللي انا اظبط الاف اي 2 على اقل ليفل يسمح لي انه يحقق التو تارجتس دول،
طبعا بعد ما اكون انا ضامنه ان انا محققه البيست مين اير واي بريشر. طيب هو المين اير واي بريشر اصلا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن الاريا اندر ذا كيرف. يعني انا لو عندي البريشر تايم كيرف، ده البريشر تايم كيرف، دي الاريا اندر ذا كيرف، هي دي اللي هي بنحتاج ان احنا نزودها علشان اقدر احسن المين اير واي بريشر. يبقى اذا انا احسن ازاي المين اير واي بريشر؟ ان انا بدل ما الكيرف بتاعي الرايز تايم طالع بطيء كده وانا لوست جزء كبير من الاريا اندر ذا كيرف على ما البريشر يزيد من الزيرو لغايه البيك، لا ممكن ان انا ازود الانسبيراتوري تايم او ازود الديفيوجا، الوقت اللي بيبقى فيه الاير جوه اللونج، وبالتالي ان انا ممكن رقم واحد ان انا ازود الرايز تايم، اقلل الرايز تايم، فخلي الرايز تايم بتاعي يطلع بسرعه من الزيرو لغايه البيك بريشر اللي انا حاطاه، وبالتالي يبقى انا كده ادد الريشيو دي للاريا اندر ذا كيرف. تاني حاجه ان انا ازود البيك بريشر نفسه، بدل ما انا حاطه المريض على 10 اقدر احط المريض على 15 على 20، وبالتالي برفع الكيرف كله لفوق، وبالتالي بزود برضو الاريا اندر ذا كيرف. طيب تالت حاجه ان انا ازود التايم انسبيراتوري، بدل ما اخلي التايم انسبيراتوري ثانيه ممكن اخلي التايم انسبيراتوري ثانيه ونص، دي برضو هتزود لي الاريا اندر ذا كيرف وتحسن معايا الاكسجينيشن. رابع حاجه ان انا ازود البيك، بدل ما انا مخليه المريض بياخد فنتيليشن على بيب 5 اخلي البيب بتاعي 10 او اخلي البيب بتاعي 15، يبقى انا برفع كل الكيرف لفوق، بزود الاريا اندر ذا كيرف. وبالتالي دي الفاكتورز اللي ممكن تساعدني في ان انا احسن الاكسجينيشن. كمان ممكن فاكتور من الفاكتورز تساعدني ان انا احسن الاكسجينيشن ان انا ازود ريسبيراتوري ريت، كل لما ازود عدد الانفاس معنى كده ان انا بزود الاريا اندر ذا كيرف في الانفاس الجديده اللي انا بضيفها للمريض. يبقى احنا لو لخصنا تاني الفاكتورز اللي انا ممكن اقول عليها، هقول رقم واحد ان انا اسرع الفلو، اخلي الفلو بتاعي او ازود سرعه الفلو، وبالتالي لما ازود الفلو ازود الاريا اندر ذا كيرف. تاني حاجه ان انا ازود البيك بريشر. تالت حاجه ان انا ازود الانسبيراتوري تايم. رابع حاجه ان انا ازود البيب. خامس حاجه ان انا ازود ريسبيراتوري. دي الفاكتورز الاساسيه اللي انت لازم تعمل عليها تشيكنج لو المريض بتاعك هايبوكسيك وانت محتاج تحسن الاكسجينيشن، ودي طبعا معادله المين اير واي بريشر اللي احنا طلعنا منها الفاكتورز اللي تقدر تحسن منها الاكسجينيشن. طيب يبقى اذا زياده البيب او زياده الانسبيراتوري تايم او ان انا اقلل الرايز تايم او ازود الفلو او ان انا اكيد الانسبيراتوري بريشر برضو عالي، في البريشر كنترول ما بنزودش البريشر البيك بريشر او البريشر كنترول اباف بيب عن 30، في الفوليوم كنترول اكيد ان انا يكون التايدل فوليوم على الماكسيمم ليفل اللي انا اقدر احط عليه التايدل فوليوم اللي هو 8 مللي بير كي جي. يبقى اذا لو المريض بتاعك على 6 مللي بير كي جي والمريض هايبوكسيك ويستحمل او البلاتو بريشر يستحمل ان التايدل فوليوم يزيد بحيث ان البلاتو بريشر ما يزيدش عن ال 30، اقدر ان انا ازود الليفل بتاع التايدل فوليوم او ان انا اكيب البريشر في البريشر كنترول على اقل من 30 وازود الريسبيراتوري. طيب يبقى زياده البيب برضو عشان نبقى احنا فاهمين، احنا دايما بنبدا انيشال سيتنج بالفسيولوجيكال بيب اللي هو من 3 ل 5، طبعا علشان نحافظ على الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي بتاعه الالفيولاي ونافويد الاتيليكتسز ونحاول نكمبنسيت لو المريض ده سي او بي دي، نحاول نكمبنسيت فور الاوتو بيب، فبحط مينيمم بيب للمريض. دي الحاجات اللي ممكن تخليني استخدم مينيمم بيب. لكن انا لما بيبقى عندي هايبوكسيا ببقى محتاج استخدم ثيرابيوتيك بيب، يعني محتاج ان انا ازود البيب عن ليفل الخمسه. طيب بعرف ازاي الاوبتيمم بيب او البيست بيب اللي هيحقق لي احسن اوكسجينيشن؟ زي ما احنا قلنا الاوبتيمم بيب يعني ده البيب اللي انا هحقق عنده ماكسيمم بنفيت. ايه هي الماكسيمم بنفيت؟ ان انا الاقي الاوكسجينيشن بيتحسن معايا، الاقي اللنج بعد ما كان فيها كولابس او اتليكتس سواء بالسي تي او باللنج الترا ساوند بدات تفرد معايا، معنى كده ان انا زودت الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. لما اقيس للمريض الكومبلاينس الاستاتيك بتاعته زي ما خدنا في محاضره اللونج ميكانكس، ازاي بقيس الاستاتيك كومبلاينس؟ الاقي الاستاتيك كومبلاينس بتتحسن معايا، معنى ان الاستاتيك كومبلاينس بتتحسن معايا لما انا ضفت بيب، معنى كده ان كان في الفيولاي عندي ريكروت مقفوله او اتليكتسس وانا عملت لها ريكروتمنت بالبيب ففتحت هذه الالفيولاي، فاصبحت الالفيولاي دي بتستوعب فوليوم، وبما ان انا زودت الفوليوم بتاع الالفيولاي يبقى اذا البريشر هيبدا يقل، وده معناته ان الكومبلاينس هيتحسن لان الكومبلاينس ما هي الا دلتا فوليوم على دلتا بريشر، فلو انا قدرت احقق فوليوم كبير ببريشر اقل معنى كده ان الكومبلاينس بتاعتي اتحسنت، معنى كده ان انا استفدت من البيب اللي انا حطيته. بس دايما وانت بتحط البيب يبقى عينك على البريشر البارو تروما وعينك كمان على الهيمو دايناميك بتاعت المريض.
يبقى التارجت بتاعي في الاخر من البيب ان انا محتاجه ان اثناء الاند اوف انسبيريشن كده كده اللونج بيبقى فيها الفوليوم او التايدال فوليوم بتبقى الالفيولاي مليانه، انا في الاند اوف اكسبيريشن مش عايزه اوصل الالفيولاي لهذا الليفل، مش عايزه الالفيولاي تقفل معايا خالص وتبقى كولابست وارجع تاني في بدايه النفس التاني افتحها من اول وجديد، لا انا ببقى عايزه الالفيولاي دايما تكون فيها فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي او يكون فيها بعض الفوليوم علشان اسهل التايدال ريكروتمنت او سهل التايدال اوبننج، كل لما المريض يبدا انسبيريشن يبدا الانسبيريشن من بيز لاين بيب في الالفيولاي، فيبقى الانسبيريشن سهل جدا بورك اوف بريسنج اقل غير خالص لما املى الالفيولاي وهي توتالي كولابس. فلو انا لقيت الالفيولاي بتقفل معايا خالص من هذا الاند اوف انسبيريشن بيحصل تشينج كبير جدا في السايز بتاع الالفيولاي تبقى مليانه خالص في الاند اوف انسبيريشن ترجع في الاكسبيريشن تكولابس، ده معناته ان البيب اللي حضرتك حاطه قليل والاكسجينيشن هيتحسن جدا لو حضرتك فتحت هذه الالفيولاي، يبقى اذا الاوبتيمم بيب هي البيب اللي بيحافظ على الالفيولاي اوبن وفي نفس الوقت بيحسن معايا الاكسجينيشن ويحسن معايا البريشر على الفنتليتور ويقلل لي البلاتو بريشر ويزود معايا الاستاتيك كومبلاينس في اللنج. تمام؟ طيب برضو اخد بالي دايما ان انا وانا بظبط البيب اخد بالي من كونسبت الاوتو بيب وده هنشرحه بالتفصيل لما نيجي نتكلم في محاضره السيتنج بتاعت مريض الاي ار دي اس والسي او بي دي. طيب زي ما اتفقنا البي اي بي ان انت تزود البريشر اير واي دي برضو هيحقق معاك اوكسجينيشن كويس، فلو المريض على تايدال فوليوم انت معاك 6 ل 8 مللي بير كي جي تقدر تحطها في الهيلثي لانج، طبعا لو العيان ده اي ار دي اس او ريستريكتيف لانج مش هتقدر تزود التايدال فوليوم عن 6 مللي بير كي جي، عشان كده بيبقى عندنا اذر ميثود فور امبروف الاكسجينيشن في العيان اللي عنده اي ار دي اس ان انا مش هقدر ازود التايدال فوليوم عن 6 مللي بير كي جي وبالتالي ما اقدرش اخلي البلاتو بريشر اعلى من 30 في اللانج، وبالتالي اقدر ان انا استخدم بقى ميثود اسمها ريكروتمنت مانوفر. الريكروتمنت مانوفر الغرض منها ان انا اسيرش فور اوبتيمم بيب علشان اقدر اكيب البيب ده جوه الالفيولاي واحسن بيه الاكسجينيشن زي ما هناخد في الاي ار دي اس وهاو تو دو ذا ريكروتمنت مانوفر، لكن يهمني ان حضرتك تبقى عارف البيزك كونسبت ان انا عشان احسن الاكسجينيشن لازم ازود الاريا اندر ذا كيرف، يبقى ازود الفلو او ازود الانسبيراتوري تايم او ازود البيك انسبيراتوري بريشر سواء دايركت عن طريق البريشر كنترول او اندايركت عن طريق التايدال فوليوم او ازود البيب عن طريق الريكروتمنت مانوفر. طبعا كل ما تزود الانسبيراتوري تايم كل ما بتدي فرصه لللونج ان يحصل فيها جاز اكستشينج اكتر، وتيك كير ان زياده الانسبيراتوري تايم هياثر معاك على الاكسبيراتوري تايم ويخلي الاكسبيراتوري تايم قصير، وبالتالي خلي بالك وانت بتزود الانسبيراتوري تايم عشان تحسن الاكسجينيشن لازم عينك دايما تكون باصه على الاكسبيراتوري لمب بتاع الفلو عشان تتاكد ان الاكسبيراتوري لمب بتاع الفلو ما حصلش فيه كده ما بقاش واقف والاكسبيريشن والانسبيريشن السكند بريست بيبتدي قبل ما اللمب بتاع الاكسبيراتور فلو يرجع معاك للبيز لاين، ده معناته ان هذا المريض مخزن معاك اوتو بيب، يبقى انت زودت الانسبيراتوري تايم قوي واثرت الاكسبيراتوري تايم قوي وبالتالي مش هتستفيد في هذا المريض من تحسن اكسجينيشن ولا حاجه من زياده الانسبيراتوري تايم، بالعكس هتلاقي ضغط المريض قل معاك والبرفيوجن هيقل وفي نفس الوقت اللنج هتبقى هايبر انفليتد فالكومبلاينس بتاعتها هتقل اكتر فمش هتقدر تحسن الاكسجينيشن بهذه السيتنج، عشان كده لما تزود دايما الانسبيراتوري تايم لازم تكون متاكد ان الاكسبيراتوري تايم انف ان يحصل معاك توتال اكسبيريشن او ان اللنج تفضي معاك بصوره كويسه. برضه اذا ضبطت الانسبيراتوري تايم زي ما اتفقنا ممكن تكون بتظبطها دايركت عن طريق الانسبيراتوري تايم او بتظبطها في بعض الاجهزه عن طريق الاي ريشيو، كده كده لو المريض بتاعك محتاج ان هو يبقى اكتر تشتغل على الاكسجينيشن ممكن معاك ان انت تخلي حتى الاي ريشيو ابطل ان هي تبقى ريفرسد اي ريشيو. تمام، يبقى اذا لو اي مريض هايبوكسيك معاك على فنتليتور تقدر ان انت تزود الاف اي او 2 وتسيرش فور كوز اوف ذا هايبوكسيميا وتتاكد من الكوركتبل كوز زي ان يكون العين ده فيه نيموثوركس او فيه مشكله في الانبوبه وتستخدم الاستراتيجيز اللي احنا اتفقنا عليها تشوف انهي انسب حسب الباثولوجي بتاع المريض، هل المريض ده محتاج ريكروتمنت، هل المريض ده تايم انسبيراتوري قصير محتاج ان انا ازوده، هل المريض ده محتاج ان انا ازود المينيت فنتيليشن اللي هو سواء التايدال فوليوم او الريسبيراتوري. طيب هاو تو امبروف الفنتيليشن، طبعا كلنا عارفين ان الارتيريال سي او 2 بيعتمد على السي او 2 برودكشن وبيعتمد على المينت فنتيليشن اللي هو عباره عن التايدال فوليوم مالتبلايد باي ذا ريسبيراتوري ريت، ف
فاذا انا عشان احقق السي او 2 واخلي السي او 2 ليفل بتاعي كويس، يبقى انا محتاجه ان انا احافظ على مينت فنتيليشن كويس، ومحتاجه ان انا احافظ على برودكشن للسي او 2 في ليفل نورمال. وفي نفس الوقت خلي بالك ان المينت فنتيليشن اللي هو عباره عن الاكشوال مينت فنتيليشن اللي بيشارك معايا في الووشنج بتاع السي او 2 ده، بيبقى عباره عن الالفيولار او المينت فنتيليشن. الالفيولار مينت فنتيليشن عباره عن التوتال مينت فنتيليشن متشال منه الجزء بتاع الديد سبيس. زي ما احنا عارفين ان الديد سبيس دي اريا لا تشارك في الجاز اكستشينج، فكل ما يكون عندي ديد سبيس كبيره معنى كده ان انا المينت فنتيليشن، لو انا عندي 10 لتر بير مينت مينت فنتيليشن وعندي منهم ديد سبيس 3 لتر بير مينت، يبقى انا كده خليت الالفيولار فنتيليشن بتاعي 7، مع ان انا فاكره ان المينت فنتيليشن 10. وبالتالي كل ما انا يزيد معايا الديد سبيس كل ما ده بيخلي الالفيولار فنتيليشن يقل معايا. يبقى اذا كل ما تزود التايدال فوليوم للمريض او تزود الريسبيراتوري ريت حضرتك بتعمل امبروفمنت في المينت فنتيليشن. كل ما التايدال فوليوم يقل او الريسبيراتوري ريت يقل ده بيسمح ان السي او 2 يرفع. علشان كده لما بنيجي نستخدم لو تايدال فوليوم فنتيليشن بنسمح بحاجه اسمها بيرميسيف هايبر كاربيا، ان السي او 2 ممكن يرفع معايا غصب عني عشان انا مش عارف ازود التايدال فوليوم للمريض. طيب انا ممكن كمان لو انا المريض بتاعي بقى تاكبنك على الجهاز او بياخد ريسبيراتوري ريت عالي، ممكن انا اللي انديوس في المريض هايبر فنتيليشن واعمل للمريض ريسبيراتوري الكالوزس. فناخد بالنا ان تظبيط التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت زي ما خدنا في الانيشال سيتنج هاو تو انيشيت ذا تايدال فوليوم، وازاي تبدا التايدال فوليوم وتحسبه ازاي اكوردنج تو ذا بريدكتد بودي ويت. يبقى اذا احنا في النهايه التارجت الاساسي عشان نقدر ان احنا نظبط ريسبيراتوري الكالوزس او اسيدوزس نبقى عارفين المعادله اللي بتقول ان النون سي او 2 في النون مينت فنتيليشن بيساوي الديزايرد سي او 2 في الديزايرد مينت فنتيليشن. يعني انا دلوقتي عايزه احسب عندي مريض الاي بي جي بتاعته اب نورمال سواء كان السي او 2 عالي، وانا عايزه احقق من اعرف قد ايه المريض ده محتاج مينت فنتيليشن عشان احسن السي او 2 ده. اقدر ببساطه خالص استخدم هذه الايكويشن تحسب لي بالظبط الديزايرد، تحسب لي بالظبط الليفل اللي انا محتاجه احط عليه المينت فنتيليشن علشان اقدر احسن بيه الاي بي جي. فطبعا ببساطه خالص لو انا هقول ان هذا المريض انا عارفه الالفيولار فنتيليشن، لو انا حسب هقدر ان انا افك الالفيولار فنتيليشن لتايدال فوليوم وريسبيراتوري ريت، يبقى اذا اقدر اقول ان النون سي او 2 في النون تايدال فوليوم على الديزايرد سي او 2 اقدر احسب منه الديزايرد تايدال فوليوم اللي انا لازم احطه للمريض علشان احسن بيه الفنتيليشن. طب لو عايز اشتغل على الريسبيراتوري ريت يبقى برضه النون سي او 2 في النون ريسبيراتوري ريت على الديزايرد سي او 2 يديني الديزايرد ريسبيراتوري ريت اللي يقدر يظبط عندي ايه المينت فنتيليشن. طب انا ليه فصلتهم؟ لان في بعض المرضى ما تقدرش ان انت تحسن لهم الفنتيليشن بزياده التايدال فوليوم، زي المريض الاي ار دي اس ده انت اصلا حاطه على قاصد انك تحطه على لو تايدال فوليوم فنتيليشن. يبقى اذا لما تيجي تلاقي السي او 2 عالي قوي والبي اتش اب نورمال وانت عايز تحسن فيه الفنتيليشن هتعتمد على الريسبيراتوري ريت. اذا لو انت عندك السي او 2 بتاعه 60 والريسبيراتوري ريت اللي انت حاطط المريض عليه 20 وانت عايز تخلي السي او 2 فيه 50، يبقى تقدر تقول 60 في 20 على 50 هيطلع لك الريسبيراتوري ريت الجديد اللي انت المفروض تظبط عليه الجهاز عشان يحقق لك الديزايرد سي او 2 اللي هو 50. طيب لو انت عندك مريض زي السي او بي دي، المريض بتاع السي او دي ده ما تقدرش تزود فيه الريسبيراتوري، فلو العيان ده جاي بهاير سي او 2 جاي السي او 2 عالي قوي وانت عايز تحسن السي او 2 وتحسن البي اتش، ما ينفعش تروح تزود الريسبيراتوري ريت لان احنا اتفقنا ان المريض بتاع السي او دي الالفيولاي بتبقى اسمها سلو الفيولاي، بتحتاج اكسبيراتوري تايم طويل جدا عشان تفضي، وبالتالي ما اقدرش ازود الريسبيراتوري ريت عن 10 او 12 ماكسيمم. وبالتالي لو انا عايز احسن في الفنتيليشن هعتمد مني على ان انا اظبط تايدر فوليوم ديزايرد تايدر فوليوم اللي يحقق لي الديزايرد سي او 2 اللي انا عايزاه. فلو المريض السي او 2 بتاعه 100 وانت حاطه على تايدر فوليوم 500 وعايز سي او 2 فيه يكون 60، يبقى تقدر تقول 100 في 600 على 60 هيطلع لك الديزايرد تايدر فوليوم اللي انت المفروض تظبط المريض عليه. دي طريقه سهله جدا ان انت تحسب فيها. احنا طبعا ساعات بنعملها امبيريكال، بنروح نزود التايدال فوليوم جراديوال كده بالراحه ونعمل نكون موصلين العيان على كابنه او نكون نسحب للعيان اي بي جي ونشوف هل التايدال فوليوم ده كده انف ولا محتاج ان انا ازود اكتر، ولكن دي بتسهل عليك ان انت تقرب الفجوه او المونيتورنج بتاع المريض بتاعك، ان انت تبقى اوريدي عارف انا هحط تايدال فوليوم كام للمريض او هحط فريكونسي كام للمريض.
يبقى اذا لو المريض عنده acute respiratory acidosis اتفقنا ده معناته ان هذا المريض عنده alveolar ventilation is not adequate. قد يكون المريض ده عنده مشاكل في اللونج بارينكيما نفسها، او يكون المريض عنده airway disease زي severe attack asthma او COPD، او المريض عنده neuromuscular disorder وبالتالي central drive بتاعه مش كويس، او المسل باور بتاعته قليله وبالتالي ما بيقدرش ياخد tidal volume كويس. فكل الحاجات دي ممكن تعمل معايا affection في ال CO2 level وتعمل معايا inadequate ventilation في صورة respiratory acidosis. يبقى اذا الريكومندد جايد لاينز معايا ان انا اقدر ان انا احافظ بيها على الفنتيليشن في مريض عنده بالمونري باثولوجي ان انا احافظ على التارجت تايدال فوليوم بتاعي 6 ل 8 مللي بير كي جي، بشرط ان انا لو هوصل للليفل العالي اللي هو 8 مللي بير كي جي احافظ على البلاتو بريشر بتاعي ما يزيدش عن ال 30. يعني ما ينفعش تروح تقول ده العيان على تايدال فوليوم 6 مللي بير كي جي انا هخليها 8 مللي بير كي جي وتلاقي البلاتو بريشر بتاعك بقى 32، ما ينفعش. يبقى هنا ما ينفعش تستخدم التايدال فوليوم كتول لتحسين الفنتيليشن. تمام، يبقى اذا دي حاجه مهمه جدا ان لو التايدال فوليوم ريتش الابر ليميت والبلاتو بريشر عدى ال 30 لازم تقلل التايدال فوليوم وتبدا تستخدم الميثود الثانيه في تحسين الفنتيليشن وهي زياده الريسبيراتوري ريت. يبقى اذا ده لو المريض على فوليوم كنترول. طب لو المريض على بريشر كنترول انت هتحط على طول السيد بريشر اللي يحقق لك تارجت تايدال فوليوم انت عايز تحققه للمريض، بس خلي بالك زي ما اتفقنا في شرح البريشر مود ان انت ممكن تكون حاطط بريشر جريدينت كويس، يعني حاطط بريشر جريدينت 10 او حاطط بريشر جريدينت 20 للمريض، ولكن انت حاطط شورت انسبيراتوري تايم وبالتالي ما بيلحقش يدخل تايدال فوليوم اكوردنج تو ذا بريشر جريدينت، بيبقى التايم قصير جدا فبيحصل سايكلينج قبل ما يحصل تساوي في الضغط ما بين الايروي وما بين الالفيولار لونج الالفيولار بريشر، وبالتالي العيان بياخد تايدال فوليوم قصير. فعلاج هذا المريض مش انك تروح تزود البريشر كنترول، ولكن ان انت تعمل ادجستمنت للتايم انسبيراتوري زي ما اتفقنا اهو. ده مريض محطوط على بريشر كنترول، الفلو بتاعي طبعا فاريبل اهو واخد شكل الديسيليريتنج. لو انا خليت الانسبيراتوري تايم بتاعي قصير جدا كده يعني لدرجه ان الفلو لسه وهو شغال اهو راح حاصل معايا اكسبيريشن، وبالتالي العيان هياخد تايدال فوليوم صغير جدا. لو انا رحت عملت ادجستمنت الانسبيراتوري تايم وظبطت الانسبيراتوري تايم بحيث ادي فرصه للفلو انه يستمر طول ما في بريشر جريدينت يستمر لغايه لما الفلو يوصل معايا للزيرو، معنى كده ان حصل تساوي في الضغط بين الالفيولار وبين الايروي بريشر، يعني معنى كده ان مهما ازود الانسبيراتوري تايم مش هيزيد معايا التايدال فوليوم ولا هيزيد معايا الفلو لانه خلاص حصل تساوي في الضغط جوه اللنج بتاعه المريض. يبقى اذا اي زياده في الانسبيراتوري تايم عن كده هتعمل لي بلاتو فيز. ليه هتعمل لي بلاتو فيز؟ لان خلاص الضغط تساوى جوه اللنج فمش هينفع يدخل هواء طالما ما فيش فرق ضغط. فانا في النهايه ببقى عايزه ادجست الانسبيراتوري تايم في البريشر كنترول ان انا اخلي كيرف الفلو بتاعي يقفل معايا على الزيرو وبعدين يبدا معايا الاكسبيريشن طالما انا مش محتاجه ان انا احسن اكسجينيشن، فما فيش داعي ان انا ازود الانسبيراتوري تايم قوي كده خلاص. لا اقدر ان انا بس ازود الانسبيراتوري تايم لغايه لما الكيرف الفلو يقفل معايا على البيز لاين وبعدين ابدا الاكسبيريشن بتاعي، الاقي طبعا فرق الضغط فرق الفوليوم بين النفس اللي انا عملت فيه ادكويت انسبيراتوري تايم وبين التايدال فوليوم اللي ما فيهوش ادكويت انسبيراتوري تايم. نخلي بالنا من الجزء ده. تمام، هناخد مثال بسيط اهو علشان نثبت بيه المعلومه. ده مريض 75 كيلو الايديال بودي ويت بتاعه على بريشر كنترول بريت 10 انفاس ومحطوط له بريشر 25. طيب التايدال فوليوم الميجرد 425. طيب وده منظر الفلو كيرف بتاعه. هاو تو امبروف ذيس فنتيليشن؟ لو انت رحت على طول التايم انسبيراتي بتاعه 0.7 والاي بي جي بتاعته 37 على سي او 2 50 على بايكارب 23. طبعا لو انت رحت على طول لهذا المريض ورحت مزود الفرق الضغط علشان تحقق تايدال فوليوم اكبر هيحقق فعلا معاك تايدال فوليوم اكبر، ولكن هتبقى انت مستخدم بريشر عالي جدا للمريض، في حين ان انت لو عملت ادجستمنت بس للتايم انسبيراتوري بدل ما بيخلص والفلو لسه شغال زودت الانسبيراتوري تايم بحيث تسمح للفلو ان يقفل على الزيرو هتلاقي التايم التايدال فوليوم هيزيد معاك وبالتالي هتلاقي نفسك بتحسن البي اتش والسي او 2 والفنتيليشن بيتحسن وزود انكريزنج ذا سيت بريشر. بالعكس ممكن تحتاج كمان ان انت تقلل السيت بريشر اللي حضرتك حاطه على المريض. عشان كده لو المريض على بريشر كنترول مود وبدا يظهر فيه سي او 2 عالي او بدا يقل يحقق تايدال فوليوم قليل قبل ما تزود السيت بريشر first check the setting of the inspiratory time. دي حته مهمه جدا نبقى واخدين بالنا منها. طيب لو المريض ده على pressure control والسي او 2 بتاعه 59 على بي اتش 7 31، انت حاطط له بريشر 10 وحاطط له تايدال فوليوم 400، التايدال فوليوم الاكزهيلد اللي طالعه من المريض 400 ده طبعا فاريبل، وحاطط له respiratory rate 16.
والمريض ما بيعملش سبونتينيوس بريسنج، هل انت ايه الادجستمنت اللي ممكن تعملها عشان تقلل السي او 2؟ طبعا لو انت حسبت ال 400 اللي المريض بياخدهم دول بتمثل نسبه قد ايه على حسب وزن المريض، هيطلع حوالي 5 مللي بير كي جي. يبقى اذا انت عندك اوبشن قبل ما تروح تزود الريسبيراتوري ريت وهو اصلا 16، ان انت تزود اصلا التايدال فوليوم وتخلي هذا المريض التايدال فوليوم بتاعه 6 مللي بير كي جي لغايه 8 مللي بير كي جي. يعني ممكن تزود على 6 مللي بير كي جي وبعدين 7 مللي بير كي جي او 8 مللي بير كي جي لغايه لما تحسن السي او 2، او تحسب على طول الديزايرد تايدال فوليوم اللي انت عايزه هنا المريض عن طريق ان انت تقول انا والله السي او 2 بتاعي 59 وانا عايز اخلي السي او 2 بتاعي 40، وانا عارفه التايدال فوليوم بتاعه 400، يبقى انا اقدر اضرب 400 في السي او 2 اللي هو 59 واقسمه على السي او 2 40 اللي انا عايزاه، يطلع لي ان انا محتاجه ازود الستيت بريشر بتاعي ل 15. طب انا حاطه كام بريشر للمريض؟ 10. اذا لو انا زودت الستيت بريشر ل 15 معنى كده ان انا التايدال فوليوم معايا هيزيد معايا. يبقى اذا بما ان انا بقيت عارفه الديزايرد بريشر بتاعي اللي هو 15 وانا معايا الكومبلاينس بتاعت اللنج، اقدر ان انا احسب الديزايرد تايدال فوليوم. لكن لو انا اوريدي رحت عملت ادجستمنت للبريشر وزودته من 10 ل 15، انا ضامنه ان التايدال فوليوم بتاعي يزيد، بدل ما هو 5 مللي بير كي جي ممكن يزيد ل 6 و7 مللي بير كي جي، وبالتالي اقدر ان انا اظبط الفنتليشن بتاع المريض بدل من غير ما ازود الريسبيراتوري ريت اكتر من كده. يبقى اذا خدنا في السيناريو اللي فات ان المريض كان على بريشر كنترول، بس قبل ما رحت زودت ستيت بريشر شيكت الاول على الانسبيراتوري تايم. طيب خدنا في الكيس دي ان لا، ممكن يكون ستيت بريشر اصلا قليل فما بيسمحش بتايدال فوليوم كويس يدخل للمريض، وبالتالي لو زودت الستيت بريشر بتاعك ده يحسن معاك التايدال فوليوم. طيب عشان نلخص تاني المحاضره، عندك الاستراتيجي عشان تحسن بيها الفنتليشن هو ان انت تزود الاريا اللي هو البلاك اريا اندر ذا كيرف، عن طريق ان انت رقم واحد تزود الاريا اندر ذا كيرف عن طريق ان انت تزود الفلو او تقلل الرايز تايم، تزود التايدال فوليوم او ستيت بريشر على حسب الكنترول فاريبل بتاعك، تزود الانسبيراتوري تايم، تزود البيب وتزود الريسبيراتوري ريت. وخلي بالك دايما في زياده البيب بنبحث على الاوبتيمم بيب اللي يحسن لي احسن او يحقق لي احسن ستاتيك كومبلاينس من غير ما ياثر على البلاد بريشر والهيموداينامك. واخر طريقه معايا بتكون ان انا ازود الاف اي 2، فدي الاستراتيجي اللي انا بحسن بيها الاكسجينيشن. طب لو انا عايزه احسن الفنتيليشن، يبقى خلي بالك دايما ان السي او 2 بيعتمد على السي او 2 برودكشن وبيعتمد على الالفيولار فنتيليشن، والالفيولار فنتيليشن بتعتمد على ان انا يكون عندي ديد سبيس قليل، كل ما الديد سبيس يزيد غصب عني سواء بباثولوجي ديزيز او انا اللي مزوداه فده هيقلل معايا الالفيولار فنتيليشن، والالفيولار فنتيليشن بيعتمد مني على التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت. يبقى اذا لو المريض على فوليوم كنترول يبقى هتفكر هل التايدال فوليوم، انا هزود التايدال فوليوم معايا لغايه 8 مللي بير كي جي بشرط ان البلاتو بريشر ما يزيدش عن 30، او ازود الريسبيراتوري ريت. ولو المريض على بريشر قدامي ان انا اظبط البريشر او اظبط الانسبيراتوري تايم واظبط برضو الريسبيراتوري ريت، ونفس الحكايه في البريشر سبورت ان انا اظبط الستيت بريشر، ممكن ازود الستيت بريشر. وخلي بالك برضو من السايكلينج كرايتيريا، لان السايكلينج كرايتيريا شبه الانسبيراتوري تايم في البريشر كنترول. لو انت حاطط سايكلينج كرايتيريا عاليه قوي ده هيخلي معاك زي هنا اهو، لو انت حاطط سايكلينج كرايتيريا عاليه قوي مخليها هنا يبقى الانسبيراتوري تايم هيبقى فيري شورت، فبالتالي المريض مش هيلحق ياخد تايدال فوليوم كبير. عشان كده خلي السايكلينج كرايتيريا تسمح ان يبقى فيه جود انسبيراتوري تايم المريض ياخد فيه اكستشينج، وفي نفس الوقت على البريشر كنترول خلي الانسبيراتوري تايم يخلي البريشر الفلو كيرف بتاعك يوصل معاك للزيرو. ودايما تبقى حاطط في بالك انت عايز تظبط المينت فنتيليشن عن طريق زياده التايدال فوليوم ولا عن طريق زياده الفريكونسي. لو انت عايز تحققه عن طريق زياده التايدال فوليوم تقدر تحسب الديزايرد تايدال فوليوم بتاعك ببساطه عن طريق انك تبقى انت معاك السي او 2 ليفل بتاع المريض ومعاك التايدال فوليوم المريض بياخده، وانت عايز ديزايرد سي او 2 معين. من خلال هذه المعادله تقدر تحسب الديزايرد تايدال فوليوم وتظبطه دايركت عن طريق الفوليوم كنترول او تظبطه عن طريق البريشر كنترول. ولو انت هتشتغل على لمب الفريكونسي وهتزود الريسبيراتوري ريت يبقى هي نفس المعادله سي او 2 في النون فريكونسي على الديزايرد سي او 2. بس خلي بالك دايما كل ما تزود الريسبيراتوري ريت لازم تكون باصص دايما على الاكسبيراتوري لمب بتاع الفلو، تطمن ان الاكسبيراتوري لمب ما فيهوش اوتو بيب بالمنظر ده، لا لازم الاكسبيراتوري لمب يكمل معاك ويقفل معاك على الزيرو، يقفل معاك هنا على الزيرو عشان تطمن ان انت حاطط اديكوت ريسبيراتوري ريت وما انتش مقصر الاكسبيراتوري تايم بصوره كبيره. شكرا جزيلا. الكلينيكال سيناريوز هناخدها في محاضره البراكتس.